السلام عليكم، معكم محمد الروسي الحمادي، شريك الأعمال الموارد البشرية في قطاع دعم المهام في مجموعة إج. قطاع دعم المهام يشمل عدة شركات تعمل في مختلف المجالات، تستثمر في القدرات البشرية وتعمل لبناء مهارات المستقبل لإعداد قوة عاملة وطنية قادرة على تلبية احتياجات العملاء. في الفترة الأخيرة تم الاطلاع ومراجعة جميع السير الذاتية الحاصلة بالمواطنين الباحثين عن العمل، ولله الحمد تم ترشيح ومقابلة جميع المواطنين ممن طبقت عليهم الشروط للوظائف الشاغرة. بدأنا في مقابلة المرشحين منذ يوم أمس الأربعاء، وتستمر المقابلات إلى يوم الجمعة، ونسأل الله التوفيق للجميع.